إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين في قطاع الصحة دخلت حيز التنفيذ في فرنسا. رافضو اللقاح في القطاعين الصحيين العام والخاص سيواجهون خطر تعليق عملهم ورواتبهم وعقوبات أخرى محتملة. غضب في أوساط العاملين في القطاع الصحي الذين يعارضون قرار إلزامية التطعيم أو مواجهة تعليق العمل. القرار شمل الممرضات والأطباء ومقدمي الرعاية في دور المسنين وموظفي الطوارئ. منذ بضعة أشهر كانوا يشجعوننا ويصفقوا لنا، الآن يريدون إجبارنا على أمور بالقوة. وزير الصحة الفرنسي أعلن تعليق عمل 3000 موظف في المجال الصحي من غير المطعمين بشكل مؤقت بعد أن دخلت إلزامية اللقاح حيز التنفيذ، بينما أشاد بتحسن الوضع الوبائي واعدا بتخفيف القيود إذا استمر التحسن. نحن في المستشفى مع إلزامية التلقيح لأن هذا ليس هو اللقاح الإجباري الوحيد في عملنا، وإنما كما تعلمين أنه في كثير من اللقاحات، منها التهاب الكبد بي، التهاب الكبد سي، أنه كانت اللقاحات إجبارية أيضا، لا تستطيعين العمل بالمستشفى قبل الحصول على هذه اللقاحات. وكان الرئيس ماكرون كشف في يوليو الماضي عن خطته للحد من تفشي متحور دلتا من خلال إجراءات جديدة متعلقة بالشهادة الصحية والتطعيم الإجباري. أعتقد أن العاملين في المستشفيات هم أكثر عرضة لنقل الفيروس لأنهم يحتكون يومياً بالمرضى، وهذا خطر مضاعف. لا يجب إجبار أحد على التلقيح، يجب أن يكون للجميع حرية الاختيار. فرنسا ليست أول دولة تفرض إلزامية التطعيم على بعض الفئات، لكنها السباقة باتخاذ إجراء الوقف المؤقت عن العمل كعقوبة لمن هو غير مطعم. زينة عدي، العربية، باريس.